أما القسم الأول، إذا كان نشوء العقائد هو نتيجة لحالات نفسية عند البشر، فهذا ننقله إلى موضوع الإيمان بالله، وصير عندنا مشكلة مع الماديين والماركسيين. الماديون والماركسيون ماذا يقولون؟ يقولون البشر إيمانهم بالله إيمان قائم على خيال. ذول شافوا في الطبيعة أكو قوة ضخمة، زلازل، براكين، عواصف، سيول، مشاكل، ولم يعرفوا تفسيرها العلمي. صار عندهم حالة خوف، حالة الخوف هذه دفعتهم إلى أن يؤمنوا بوجود قوة خارقة غير مرئية اللي سموها الله، وإلا الله ما موجود. الله عند هؤلاء الماديين غير موجود، ولكن خلقته حاجة الناس المادية للاحتماء بهذه المظاهر الطبيعية الخارقة اللي ما يتمكنون من مواجهتها ولا يعرفون تفسيرها العلمي، فخلقوا لهم شيئا يلجؤون إليه وهو سموه الله، ولكن الله ماكو. زين، فإذا الإيمان بالله حاجة نفسية خلقها الخوف من ظواهر الطبيعة، وإلا ماكو شيء باسم الله. هذا كلام زين. أنت إذا تعتقد بأن الماديين خاطئون وأن الإيمان بالله حاجة فطرية موجودة في داخل أعماق الإنسان لا يستطيع التنكر إلها وقامت عليها الأدلة والبراهين، فمثل ما تقول هناك يقال هنا الحاجة النفسية ممكن تخلق فكرة أو عقيدة إلى شخص أو شخصين، أما أن تتحول إلى مسار كل المسلمين، كل المسيحيين، كل اليهود، كل المؤمنين بالله، هذول خافوا من قضايا الطبيعة فخلقوا إليهم الله، هذا شيء غير معقول. كل شيعة أهل البيت في أدوار التاريخ، فيهم العباقرة، فيهم العلماء، فيهم الفقهاء، فيهم المدققين، أعظم فلاسفة الإسلام هم من شيعة أهل البيت عليهم السلام. هذول كلهم بالإضافة إلى من وراءهم من ملايين الناس في كل التاريخ صار عندهم إحباط سياسي وحرمان سياسي فخلقوا إليهم قضية المهدي. ما واحد منهم وقف تساءل تحدث، ماكو فيلسوف منهم قال أنا ما أمشي هالشكل، طرح التساؤل من جديد. فهذا الكلام أن الإيمان بقضية الإمام المهدي ناشئ عن حاجة نفسية ناتجة من الإحباط السياسي، زين الآن الشيعة ما عندهم إحباط سياسي، الآن هم حاكمون في أكثر من مكان، ليش متمسكين أكثر بقضية الإمام المهدي؟ في فترات تاريخية كانوا حاكمين، أيام الصفويين كم من السنوات؟ مئات السنوات. تحدثنا في بعض السنوات عن دول الشيعة في التاريخ، حتى في نجد كان هناك دولة شيعية، طيب في الشام دولة شيعية، في طرابلس دولة شيعية، في لبنان دولة شيعية، هذول كانوا حاكمين في فترات وبعضها طال زمانها. في المدينة تحدثنا عن دولة شيعية قبل عدة ليال، زين هذول وين الإحباط السياسي اللي عندهم؟ وين الحرمان السياسي؟ كانوا حاكمين وإلى الآن، الآن حكومات شيعية قائمة، ليش زاد تمسكهم بقضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟